السلام عليكم. هذا الفيديو نتحدث فيه عن طريقة إدراج صورة في نص على برنامج مايكروسوفت وورد 2007. طبعا قد نحتاج إلى هذه العملية عند كتابة نصوص مهما اختلف نوعها ومضمونها، يعني مذكرة تخرج، كتب وبحوث وحتى نصوص صغيرة، بمعنى أن ندرج صورة أو مجموعة صور توضيحية. يلجأ بعضنا طبعا إلى ذلك لكن بطريقة خاطئة، يضع الصورة في وسط الصفحة كبيرة وغير ذلك وغير منظمة، ويفقد النص تنسيقه وتنظيمه. ولذلك أعلمكم هذه الطريقة أو أوضح لكم الطريقة المثلى للتعامل مع الصورة عند إدراجها في النص. طبعا البداية بتحديد الصفحة أو الصفحة التي أو النص الذي ندرج فيه الصفحة، يعني بهذه الطريقة. ثم نتجه إلى الأعلى هنا إلى خانة انسيرسيون أو إدراج، ثم نتجه إلى هنا إلى إيماج أو صورة، نضغط على الصورة ثم نبحث عن الصورة التي نحن أو نريد أن ندرجها في هذا النص أو في النص الذي قلت نحن بصدد كتابته. نبحث عن الملف الذي خزننا فيها الصورة في سطح المكتب أو غير ذلك. أنا لدي هذه الصورة، أقوم بالتجريب عليها أو بالتطبيق عليها. طبعا أختار الصورة وأضغط عليها، نلاحظ انتقال الصورة مباشرة إلى النص. وطبعا يمكنك التعامل مباشرة، يعني من خلال نسخ ولصق، لكن هذه الطريقة أحسن. هذا فيما يخص إدراج الصورة. الآن نتعامل مع مقاسات الصورة، يعني الصورة قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة وغير ذلك، وتتطلب مني تغيير مقاسات هذه الصورة بما يتناسب مع النص أو ما أريد أنا. يمكنك التحكم في المقاسات بهذه الطريقة، يعني مباشرة، يعني إلى غاية المقاس الذي تريده، أو تأتي إلى هنا إلى الأعلى طاي، يعني مقاسات الصورة، وتقوم بالتصغير أو التكبير كما تريد. نحن الآن نصغر، يعني الطول والعرض كما نلاحظ. مثلا أنا أختار 5 سنتيمتر مثلا، أو 6، نفترض 6 سنتيمتر في كارتفاع لهذه الصورة، أو طول وعرض هذه الصورة 7 سنتيمتر أو ما يقرب من 8 سنتيمتر كما هو موضح هنا. بهذه الطريقة قمنا بتصغير الصور، ويمكنك كذلك تكبيره. الآن بعد أن قمنا بالتحكم في مقاسات الصورة، ننتقل إلى موقع الصورة أو موضع الصورة. يعني البعض لا يجيد نقل الصورة من موقع إلى موقع مع المحافظة على تنسيق وتنظيم النص، يعني تظهر الصفحة بطريقة غير منظمة، يعني بشكل فوضوي. تابعوا جيدا، نقوم دائما بالاتجاه إلى الأعلى هنا، يعني الصورة محددة كما هو موضح، ثم نأتي إلى هنا إلى هذه الخانة position، يعني اللي هي الوضعية، وضعية الصورة، ثم نضغط عليها فيقدم لي مجموعة من الاختيارات، يعني من خلالها ألاحظ موقع الصورة الذي يمكن أن أضعه فيها. يعني مثلا أختار هذا الموقع، تابعوا جيد، أنا اخترت هذا الموقع، فانتقلت الصورة هنا إلى الأعلى بشكل منظم مع المحافظة على تنسيق النص. نلاحظ كيف أن النص حافظ على تنسيقه وجماليته، يعني بهذه الطريقة. اختار موقع آخر مثلا، أضغط هنا في المنتصف، تابعوا جيدا، اختار موقع آخر، أضغط هنا في نصف الصفحة في منتصف الصور، هنا على اليمين، أعود إلى اليسار، يعني بهذه الطريقة أغير موقع الصور. ألم يعجبني ما هو مقدم لي من خيارات، أضغط هنا وأبحث في مواقع أخرى على الصفحة. هذا فيما يخص طبعا موقع الصور. الآن لإدخال بعض التعديلات على الصورة وتغيير الشكل واللون وغير ذلك، هذا البرنامج طبعا يقدم لك مجموعة من البدائل، بداية يعني بالتحكم في سطوع هذه الصورة أو إضاءة هذه الصورة كما هو موضح. نتجه هنا إلى اليسار، كذلك فيما يخص تركيز هذه الصورة كما هو موضح.
كذلك فيما يخص الألوان، يعني ربما اللون الذي هو متوفر لا يناسب ربما آلة الطباعة التي بحوزتك، تختار اللون المناسب منه، تغير في لون الصورة يعني بهذه الطريقة. هذا فيما يخص بعض التأثيرات الخاصة بالألوان والإضاءة وغير ذلك. فيما يخص الأنماط التي يمكن أن تظهر عليها الصورة في الصفحة، يعني هناك عدة بدائل، يعني مثلا نأتي إلى هنا ستيل ديماج، ويمكنك إظهار صورتك يعني بهذه الطريقة، يعني بالشكل الذي تريده أو تراه مناسبا، هكذا أو هكذا أو هكذا، يعني والأشكال كثير أو الأنماط كثير، يعني بشكل إطار، في شكل ربما دائري، أو ربما في شكل يبدو ثلاثي الأبعاد كما هو هنا هكذا، أو في شكل دائرة وغير ذلك. يعني هذا خيار جيد، يعني يمكنك من تقديم صورتك في شكل أكثر جمالا وبشكل أكثر وضوحا وربما جذبا للقارئ. يعني هذه يمكنك توظيفها، خاصة إن كنت تمتلك كما قلت آلة طباعة جيدة، أو ستقوم بطباعتها ربما بالألوان. فيما يخص تأثيرات أخرى على الصورة يمكنك إدخالها، مثلا هنا تأثيرات الصورة في ديماج، تأتي إلى هنا، يعني يقدم لك هنا مجموعة من البدائل، يعني في تغيير شكل الصورة أو نمط أو شكل ظهور الصورة كما هو موضح، مثلا هكذا، يعني تبدو كأنها ثلاثية الأبعاد، يعني هكذا، يعني خيارات كثير، يعني انعكاس الصورة، يعني هكذا. يعني أن تظهر بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني هكذا، شكل أخرى كذلك ثلاثية الأبعاد، يعني يمكنك التحكم فيها بعدة طرق. هذا فيما يخص بعض التأثيرات. كذلك يعني أشكال أخرى، فورم دوليماج، يعني يمكنك أن تغيرها من هنا، يعني مثلا هكذا، أو بشكل مربع كما هو موضح، أو هكذا، والأشكال كثيرة والتأثيرات كثيرة التي يمكنك إدخالها على الصورة. هذا ما يمكن أن نتعلمه فيما يخص إدراج الصورة في نص. طبعا لاستفسارات أخرى يمكنكم ترك ذلك في التعليقات أسفل الفيديو، وأشكركم وأتمنى أن أكون قد أفدتكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.